بسم الله الرحمن الرحيم. جفت الأقلام وطويت الصحف وسقطت ورقة التوت عن الأنظمة العربية بعد الكارثة الإنسانية اللي كشفها موت الطفل ألان، الطفل السوري ابن الثلاث سنوات. مشهد صورة الطفل اختصرت وجع السوريين وألمهم وحجم المشهد المروع الذي يحاصرهم من كل اتجاه. فمن لم يمت بالحرب مات بغيرها غرقا أو جوعا أو حتى هربا. المشهد المأساوي لجثة الطفل البريء أخرست كل الأسئلة التي تتشدق بالإنسانية. هذه الألسنة التي تحدثت باسم العروبة والقومية، ونحن نسأل اليوم: من هو المسؤول فيما آل إليه ألان وأبناء وطنه؟ وأنا أقول لكم: كلنا متهمون، كلنا مسؤولون، كلنا سنحاسب أمام الله بما رأيناه وصمتنا عليه، كلنا مسؤولون بطريقة أو أخرى عن مقتل هذا الطفل وغيره الآلاف من الأطفال السوريين. متى سيتحمل العالم والدول العربية مسؤولياتهم الحقيقية اتجاه الحرب في سوريا ويعملون بشكل جدي على إيقافها، أو على الأقل توفير ملجأ آمن للاجئين السوريين؟ يا أمة العرب انقذوا أطفال سوريا، يا أمة العرب انقذوا نساء سوريا، يا أمة العرب انقذوا عجائز وشيوخ سوريا قبل أن نقف جميعا في سرادق عزاء كبير على ضحايا الصمت والخذلان. يا أمة العرب شيء من الغضب. هدى جات على باب الأمل والصبر، ما جاوبني غير الصدى، مات الزمان والأرض صبحت قبر، وتطل عيني على المدى. يا ولدي استيقظ العالم قبل أيام على صورة هزت الوجدان وأبكت أصحاب الضمائر الحية، تلك الصورة التي التقطها أحد المصورين على أحد شواطئ تركيا لجثمان طفل سوري لم يتجاوز عامه الثالث، مات غرقا أثناء هروبه من أسرته من جحيم الحرب في مدينة كوبان السورية إلى إحدى جزر اليونان، وهو ما أثار صدمة في العالم وموجة عارمة من الغضب في الصحف والقنوات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي. الطفل السوري الذي يدعى إيلان عبد الله كردي كان في طريقه مع والديه وشقيقه ذي الخمس سنوات إلى جزيرة كوسا اليونانية ضمن الهروب الجماعي للسوريين من جحيم الحرب، إلا أن المركبة فقد توازنه في المياه وسقط إيلان من بين يدي والده ليموت غريقا. وفي يوم الجمعة الماضي شيع الآلاف الطفل إيلان وشقيقه ووالدتهما في عين العرب بكوباني على الحدود السورية التركية، فيما وصل مئات الملايين على مستوى العالم نعي الطفل الذي غدرت به بلاده وتلاعبت بجسده الملائكي أمواج البحر لتضرب صورته طعنة جديدة في ضمير الإنسانية. إيه أكتر من ده دم؟ إيه أكتر من دهم يا أمة العرب؟ حنموت إذا مات الغضب. وكأن المآسي لا تنتهي إما بالصمت أو بالإهمال. فمن الطفل إيلان هذا الطفل البريء إلى الطفلة جنة الله ابنة العشر سنوات أصغر لاعبة جمباز في مصر، الطفلة التي حلمت برفع علم بلادها عليا لكن روحها سبقتها وارتفعت إلى بريها. جنة التي أوجعت قلوب المصريين ووضعتهم أمام مواجهة حقيقية مع ضمائرهم ومسؤولياتهم وأمام صرخة في وجه المسؤولين عن الإهمال الطبي في مصر. إلى متى ستبقى الأرواح تزهق نتيجة الإهمال الطبي؟ ألم يحن الموعد بعد لإيقاف هذه الكوارث؟ جنة التي إن شاء الله تذهب إلى الجنة
بعيدا عن كل هذا العبث راحت ضحية الإهمال الطبي بعد تعرضها لحادث سير، فلم تنقذها لا المستشفى الحكومي ولا الخاص، وكانت الوفاة بسبب التلوث عندما وجدوا داخل فمها ديدان بعد عدة أيام من دخولها المستشفى، فضلا عن أن والدتها ذكرت وجود صراصير وحشرات داخل غرفة العناية المركزة. جنة ماتت بالإهمال، وبدلا من أن يموت الإهمال يموت الأبرياء في مستشفيات مصر. حسبي الله ونعم الوكيل. جنة الله طفلة لم تتجاوز العشر سنوات من عمرها، ملأت حياة والديها بالفرح والسعادة والتفوق الدراسي والرياضي، فكانت بطلة مصر في الجمباز. لكن الإهمال الطبي في مصر حولها إلى جثة هامدة، وانقلبت حياة أهلها إلى جحيم. جنة الله ياسر تعرضت لحادث سير، حيث صدمها ميكروباص يقوده سائق متهور أمام نادي الغابة بمصر الجديدة، وأراد والدها أن تحصل على أفضل علاج، فنقل ابنته جنة إلى مستشفى خاص شهير بحي الدقي، لكن الإهمال في المستشفى الخاص كان سببا رئيسا في أن تفقد الطفلة حياتها. حالتها لم تكن بالخطورة التي تؤدي عادة إلى الموت، وخضعت للعلاج بغرفة العناية المركزة، إلا أن الإهمال وغياب النظافة والتعقيم تسبب في وضع ذبابة لثلاث يرقات داخل فمها دون أن يعلم المسؤولون عن النظافة والتعقيم بالمستشفى بهذا الأمر. أدى هذا الإهمال الجثيم إلى وفاة الطفلة التي كانت تحلم بأن ترفع علم مصر في البطولات الدولية. جنة الله لن تكون الحالة الأخيرة التي تفقد حياتها بسبب الإهمال الطبي، ولكنها ناقوس خطر يذكر أصحاب الضمائر الحية بالجحيم الذي يعيشه ضحايا الإهمال في مصر. احنا منتظرين ان شاء الله تحقيقات من النيابة العامة ونقابة الأطباء عشان نعرف من المسؤول عن اغتيال جنة، لان لما طفلة تموت في ديدان في فمها ده شيء خطير. الحقيقة الفترة اللي فاتت شبكة قنوات الحياة كانت مهتمة اهتمام كبير جدا انها تقدم للمشاهد المصري والمشاهد العربي وجبات ثقافية وترفيهية متميزة. ده اللي دفع الشبكة في هذه الفترة انها تقدم مجموعة من المنتجات الفنية المتميزة الاعلامية من برامج متميزة بيقدمها مجموعة من الاعلاميين المتميزين. ويمكن ده مش غريب على الحياة، لان الحياة رقم واحد وانها ان شاء الله تستمر رقم واحد. قدمت في خطتها ودورتها البرامجية الجديدة عدت مجموعة من البرامج، بعضها بدأ النهاردة بعضها هيبدأ بكرة وبعضها خلال الأسابيع القليلة القادمة. يعني النهاردة إن شاء الله هيبقى معانا لأول مرة برنامج توك شو جديد بيقدم على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية المتميزة إيمان عز الدين اسمه مفتاح الحياة. بكرة هيبقى عندنا برنامج أنا والناس من تقديم الإعلامية المتميزة أميرة بدر. عندنا برنامج جديد 100 سؤال للإعلامية القديرة راغد شهلهوب هيبدأ إن شاء الله خلال الفترة القادمة. عندنا مجموعة من الوجوه المتميزة اللي فازوا ببرنامج مذيع العرب والحياة أوفت بوعدها وعينتهم وعملت معاهم تعاقدات طويلة الأجل وبيعملوا برنامج اسمه خلاصة الكلام، خليل والشناوي، بتمنى لهم كل التوفيق. زي ما قلت مجموعة كبيرة من الأعمال والبرامج المتميزة. ودلوقتي يمكن وأنا بقدم برنامجي على الحياة 2 الزميلة العزيزة إيمان عز الدين بتبدأ برنامج جميل مفتاح الحياة. وإيمان عز الدين اللي كثير من الناس بيعرفوها إعلامية متميزة لها سابق خبرة كبيرة جدا في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، وبعدين دايما كنت أقول لها يا إيمان أنت لازم تنطلقي في الفضائيات، انطلقت فعلا في الفضائيات وكان لها بصمة كبيرة في الأون تي في، وبعد الأون تي في راحت التحرير وقدمت برنامج من أهم البرامج في الأون تي في وفي التحرير، وبعدين أخيرا إطلالة جميلة لإيمان عز الدين في برنامج توك شو يومي
اسمه مفتاح الحياة، والمفتاح اكيد في جيب ايمان عز الدين اللي هي معانا على الهواء دلوقتي عشان اهنيها على مبروك يا ايمان، الف مبروك، نورتي الحياة باسمي واسم الشبكة واسم رئيس القنوات الاستاذ محمد سمير، بهنيكي بقول لك نورتي شبكة الحياة. الحياة منورة باهلها وناسها يا عمرو، على التقديمة الجميلة دي. ويعني خلينا أقول لحضراتكم يعني أنا وعمر مش بس زملاء، إحنا أصدقاء من سنين طويلة ومن أكتر الناس القريبة مني اللي بعتز بصداقتهم جدا جدا. أشكرك يا عمر وبالتوفيق ليك. برنامج بوضوح على فكرة، أنا مشاهد دقيق لكل برامجك مش بس بوضوح، كمان واحد من الناس عمر ليه مشوار طويل في الإعلام. ويعني أنت نورتي، بس كلميني بقى عن برنامجك، أنا عايز أعرف هتعملي إيه للناس. يوفقك بوضوح ويوفقنا جميعا تحت مظلة شبكة قنوات الحياة. وأشكرك مرة تانية وأشكر رئيس شبكة قنوات الحياة. عندك النهاردة إيمان، قولنا هتعملي إيه النهاردة؟ ودايما الحياة منورة بأهلها وناسها، وإحنا دايما مع الحياة على الحلوة والمرة إن شاء الله. أنت عندك إيه النهاردة؟ كلمينا شوية عن البرنامج، احكي لنا عاملة إيه النهاردة. بص أنا حبيت أول حاجة يا عمرو أعملها النهاردة إن أنا والناس نفهم مع بعض إيه هو سر مفتاح الحياة. عارف مفتاح الحياة دي تميمة فرعونية إكسكلوسيف أو حصريا للمصريين، موجودة على كل النقوش اللي موجودة على جدران المعابد وفي المقابر، ويمكن كانت هي تميمة الحظ والحكمة والحقيقة والرخاء والنماء، وكانت كمان رمز للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ورمز لافتتاح قناة السويس، وكمان إن شاء الله هتكون رمز لكل مشروعاتنا اللي جاية. الرمز ده مش موجود غير بس في إيد المصريين، ومش بس موجود غير مش موجود غير بس في مصر، فعشان كده حبيت إن هو يبقى رمز للبرنامج وإن هو يكون شعارنا وليكن في المرحلة اللي جاية. وربنا يا رب. ومعاكي يعني مين ضيوف النهاردة يا إيمان؟ يكرم مصر بينا. عندك مين ضيوف النهاردة؟ الإعلامي عبد اللطيف المناوي. أولا سلمي لي على عبد اللطيف جدا. الشائعات، لأن إحنا الحقيقة النهاردة عارفين إنه الحرب ما قعدتش بالوسائل التقليدية، لأن هم لقيوا نفسهم بيخسروا فيها أسلحة وبيخسروا جنود وبيخسروا معدات كتيرة، فقال لك طب نحرمهم الإعلام، ولذلك لازم إحنا كمان يكون عندنا سلاح. الإعلام حقيقي سلاح النهاردة، مهم جدا إزاي إن إحنا نقدر نحقق ده اللي هنعرفه من خلال أستاذ عبد اللطيف المناوي الإعلامي والصحفي. أرجوك بس عايزك كمان معانا دكتور وسيم السيسي يشرح لنا سمعني إيمان، إيه سر إيمان سمعني الحياة، سمعني سر الأسرار يمكن لحد النهاردة. سمعني يا عمرو، سمعني كده، سمعني يا إيمان، معلش عيد السؤال بعد إذنك. عايزك تهني عبد اللطيف تقولي له مبروك عشان امبارح كان فرح ابنه، تقولي له ألف مبروك. بالظبط، ألف ألف مبروك، وهبارك له مرة تانية على الهواء أكيد. ده صديق عزيز وإعلامي صديقي تزامنا معا من سنوات طويلة. وعندي كمان النهاردة أظن الدكتور وسيم السيسي العالم الكبير في الأثريات. طبعا طبعا طبعا، يعني من الحقيقة دكتور وسيم السيسي يعني قاري كويس قوي في علم المصريات، وعنده تحليل دقيق وقادر ان هو يربط التاريخ بالسياسة، وعنده الحقيقة يعني نظرة ورؤية مهمة جدا لتاريخ الفراعنة. وانا الحقيقة كنت بستمتع جدا بحلقاته قبل كده في اكتر من قناة الحقيقة، فان شاء الله هيكون ضيف عزيز علينا، وان شاء الله ربنا يكرمنا. ودعواتك بقى ان شاء الله برنامجك يكون من افضل البرامج، وانا واثق انك انت هتعملي اعلى نسبه مشاهده ان شاء الله، وانت كل اعمالك ناجحه ومتميزه. بهنيكي مره تانية الزميله العزيزه ايمان عز الدين اللي انضمت لشبكه قنوات الحياه بتقديم برنامج توك شو يومي من السبت الاربعاء، زي ما قالت في بدايه المقدمه، من 10 ل 12 على الحياه الموف، هتتكلم فيها عن مفتاح الحياه. بهنيكي مره تانية ايمان، وبتمنى لك التوفيق، واسيبك بقى تكملي استقبال ضيوفك، وتحياتي لكل ضيوفك النهارده. زي ما قلت شبكه الحياه. شكرا يا عمرو، شكرا جزيلا، والحقيقه لفته رائعه وجميله. والحقيقه يعني اشكر كمان كل زملائي، انه عايزه اقول لحضراتكم احنا هنا في قناه الحياه يمكن اللي لمحته من اول لحظه ان الناس كلها بتكمل بعض، احنا في الاخر كلنا متناغمين جدا علشان نطلع مقطوعه جميله او لوحه جميله او بوكيه ورد جميل. كل واحد ليه لون وليه كاركتر وليه اسلوب وليه طريقه، وعشان كده فعلا حقيقي كلنا بنكمل بعض. ولن اخفي على حضراتكم سرا انه الحقيقه فوجئت ان كل كرو الحياه كلنا اصحاب وعشره عمر من سنين، ودي حاجة بتمنى للزميل العزيز إيمان عز الدين التوفيق. وزي ما قلت الحياة مستمرة في تقديم كل ما هو جديد في مجال البرامج، إنها تقدم إزاي جرعات مختلفة ثقافية وفكرية وإعلامية ودينية ودرامية ومنوعات. الزميلة العزيزة رزان مغربي بتعمل دورة جديدة من برنامجها الناجح الحياة مع رزان، وغير وغيره الحياة من الأعمال المتميزة إن شاء الله تجد صدى طيب عند المشاهد مشاهدي قنوات الحياة.
احنا الحقيقه قبل ما انا يعني نحتفي بالبرنامج الجديد التوك شو كنت بتكلم على جنه، هذه الفتاه اللي راحت ضحيه الاهمال. معايا على التليفون عالم مصري كبير واستاذ في يعني يمكن من اكبر اساتذه الاورام في مصر، لكنه له وجهه نظر في موضوع وفاه جنه، الاستاذ الدكتور ياسر عبد القادر رئيس قسم الاورام بطب القصر العيني. دكتور ياسر اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ عمر. اهلا وسهلا. هل لك راي في موضوع ان فتاه في مقتبل العمر بتموت في غرفه انعاش في مستشفى خاصه وبقها في ديدان وغرفه انعاش فيها هذا الكم من الحشرات؟ رايك ايه يا دكتور ياسر؟ انا رايي لو اذنت لي يعني في الساحه من الوقت لا تتعدى دقيقتين عشان وقتك ووقت المشاهدين. اتفضل. هي الحدوته كلها عباره عن فيلم تراجيدي، يعني في كذا محطه. هو السبب واضح ان السبب المباشر للوفاه هو حادثه اصطدام ميكروباص بالبنت، ده السبب الاساسي. دي محطه، مين الغلطان فيها؟ هل مفيش عبور مشاه والبنت جريت، ولا هل سواء الميكروباص؟ دي محطه ولابد من التحقيق فيها. ادي واحده. اثنين، البنت دخلت مستشفى حكومي الى مستشفى الدمرداش، يبقى اتنقلت من الشارع الى مستشفى الدمرداش وسابتها الدمرداش، واتنقلت من الدمرداش في الشارع برضو الى مستشفى مصر الدولي. هناك ثلاث محطات او محطتين. انا بتكلم ليه؟ عشان اوصل الى مرحلة الدود او التدود، ودي حاجة نادرة الحدوث في مستشفيات خاصة او عامة. يعني صعب جدا انك تشوف. اذا هناك محطات كتيرة عايزة وقفات. وقفات ليه؟ لان بنت ملاك صغير زي كده انها تروح من الاول للاخر حدوتة مأساوية بكل المقاييس. هقف عند المحطة الطبية اللي تعنينا، وكنت اتمنى ان ده يطلع تصريح رسمي من وزارة الصحة، ولكن مع الاسف انا بتكلم بمنتهى الشفافيه اللي طلع لي انا كمشاهد مش كطبيب، ان المتحدث قال ان هو خريج سنه 91 وعمره ما شاف كده. وكان السؤال انت مش خريج سنه كام؟ يعني كان السؤال ايه ده؟ ممكن انا بحكي الكلام ده لان في ترانسبورتيشن، في تنقل. الفيشل تروما او الخبطه الشديده الجامده اللي دخلت في بقها اصبح بقها مفتوح. ممكن حشره او طير، انا اسف، طير في اي محطه من المحطات دي انا مش عارف. ولا حد هيعرف على فكره. ايوه. طير دخل جوه بقها في محطه من المحطات، اشك انه يبقى في الرعايه المركزه، اشك. هذا الطير بيحط بيضه فأس صغير. هذا الفأس او هذه البيضه الصغيره او البيضه الصغيره بتطلع دود معايا. عشان البيضه تطلع دود عايزه 48 ساعه. نعدها بقى من هنا للدمرداش، ولا من الحادثة للدمرداش، ولا من مصر الدولي، ولا وهي طالعة السلم، ولا هي داخلة فين، ما نقدرش نعرف. الديدان دي بتيجي دائما وابدا في الجروح، وبالذات الجروح اللي في الفم، وبتيجي في ناس مش مجروحة، بالذات المعوقين ذهنيا اللي مش قادرين يفتحوا بقهم او يقفلوا بقهم مع نقص في الهيجين او صحة الفم، وبتيجي في المسنين جدا اللي هم بقهم برضه مفتوح. فبالتالي الطير هتقولي ده ممكن اي واحد لا، الطير بيحب البق المفتوح، هذه النوعيه من الطير، وبيحب الجروح الغائره اللي في الوش وبالذات الفم. البنت جات لها تروما او خبطه شديده جدا في الفم، جايز تكون دخلت مصر الدولي وهي داخل في بقها بيضه لم تفتح بعد. وحصل ده اثناء ده انا لا انفي ان لازم كان يبقى فيه كير او اهتمام بفم المريض، اكتشفها التنظيف واقدر امسحها. يعني هو علاج الدود ده هو علاج ندم انك تنظف بطريقه جيده. خلاصه الاول، هذه المحطات يا استاذ عمرو لازم نقف عندها، نقف عند امين الشرطه اللي بلغ مدير المستشفى، ونقف عند مستشفى مصر الدولي ما خدتش عملتش كير او هيجين. اشك في اي سي يو او في رعايه مركزه في مستشفى، اشك كثيرا ان يبقى فيها دبان او فيها هي الكلام ده قالته والدتها الحقيقه، تصريحات صحفيه الحقيقه. لا انما يعني احنا عايزين نقول احنا ما نقدرش نجزم بذلك، لكن ده تصريحات صحفيه متداوله على كل المواقع الاخباريه. فلكن يبقى عندنا طفله صغيره يا دكتور ياسر انتقلت الى رحمه الله، عندها 10 سنوات وماتت وبقها دود، شيء مؤلم جدا. ده شيء وكده كان لازم تكتشف في مصر الدولي في الرعايه المركزه، لازم تكتشف بدري، والناس تقول انها جايه وتقول اللي انا بقوله ده. لابد ان يكون هناك خلفيه طبيه. وفي نقطه عايز اقولها في الاخر استاذ عمرو لو اذنت لي. اتفضل. ارجو من كل من هو معني بالطب وبيهتم بالطب،
الطب ليس استثمار، يعني بلاش مستشفيات استثمارية بس، اكسبوا واشتغلوا بس تحت مظلة الرحمة والرأفة لكل ما أرضي من كل من بيعمل في المجال الخدمة الصحية. وأنا أطلب من السيد الدكتور عادل عادل وزير الصحة أن يحقق في الموضوع ويظهر للرأي العام بوضوح أسباب وفاة هذه الطفلة التي لا حول لها ولا قوة. ليه؟ نعم. بلاش نخوف الناس سواء في المستشفيات العامة أو المستشفيات الخاصة، الناس بتبتدي تتقلق. نعم. وبعد كده حاجات بتطلع بره، خصوصا ان الاوضاع الصحيه في مصر بقت ما تسرش لا عدو ولا حبيب ومترديه جدا، واحنا لينا وقفات اخرى مع ملف الصحه ان شاء الله. شكرا للاستاذ الدكتور الكبير ياسر عبد القادر رئيس اقسام الاورام بكليه الطب القصر العيني. الحقيقه احنا قبل ما نلتقي مع الدكتوره هبه قطب في لقائنا الاسبوعي، احنا طبعا متعودين دايما نقدم لكم وبندعوكم دايما تبعتوا لنا المواهب الخاصه بيكم، واحنا دايما متعودين بنقدمها وبنعرضها، تبعتوا لنا على صفحتنا على بوضوح اللي على الفيسبوك. خلينا نشوف اول موهبه معانا، او شعر الاسمراني للشاعر محمد ابو زيد. الاسمراني انا قال اسمر وشكله يعني مش ولا بد، قلت لهم ازاي ده سماري اساس ولا بد، ده الدليل انا ابن الهرم والنيل، جدي مينا انا فرعون هذا الليل، واجدادي احمس ورمسيس، انا الجندي عتريس اللي عبر القنال وحطم كل المتاريس، انا ابن السد، انا ابن السد اللي خاد على نفسه العهد يعيش حر مهما كان الثمن، حلو أو مر تالي. قال أسمر وشكله يعني مش ولا بد، قلت لهم إزاي ده سماري أساس ولا بد، ده الدليل أنا ابن الهرم والنيل، جدي مينا أنا فرعون هذا، وأجدادي أحمس ورمسيس، أنا الجندي عتريس اللي عبر القنال وحطم كل المتاريس، أنا ابن السد، أنا ابن السد اللي خاد على نفسه العهد يعيش حر مهما كان الثمن، حلو أو مر أنا الأصمر، أنا الأصمر. شعر متميز لمحمد أبو زيد. يا محمد استمر، وكمان محمد عنده كاريزما كده، يعني بيحسسني كده انه بيقلد شعراء كبار كان ليهم بصمه كبيره في حياتنا الشعريه في مصر. مهنيك يا محمد واستمر، وابعت لنا كل انتاجك على صفحتنا على بوضوح على الفيسبوك. هنروح لاغنيه قول لي عمل لك ايه غناء حمدي التوابيتي. قول لي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه وانت الغالي عليه. عمل لك ايه للعندليب الاسمر عبد الحليم، بيغنيها الموهبه الشابه حمدي التوابيتي. حمدي استمر، صوتك جميل ومن غير مزيكا ومن غير ميكسر ومن غير اي افكت، واضح انه جميل، استمر وربنا يوفقك ان شاء الله. نسمع كليب موال البحر غناء اسلام. كنت عايش جوه قاري وسط بحر ملوش وشارك والأمان موجود معاي معاي، كنت هربان من البشر زاد خدعهم وانتشر، كل ما
اسلام صوتك جميل وموهوب، وانا سعيد بالتجربه، وابعت لنا تاني. ويا دعوه ارجو كل واحد عنده موهبه بيقول مونولوج، بيقول نكته وافيه، صوته حلو، بيمثل كويس، شايف حاجه غلط في بلدنا عايز يعرضها للراي العام، ابعتها وصورها على صفحتنا على بوضوح على الفيسبوك، وانا اوعدك ان احنا هنعرضها وان شاء الله قبل نهايه العام باذن الله اذا ربنا ادانا العمر هنختار اهم الحاجات الفيديوهات اللي جات لنا ونستضيف اصحابها ان شاء الله باذن الله في بوضوح ان شاء الله. عايز افكركم كمان بحملتنا اللي كنا داعينا ليها قبل كده اللي هي علموهم، ارجوكم المدارس على الابواب، هناك اطفال كثر ما عندهمش الامكانيات الماديه ان اهاليهم يدفعوا مصاريف المدارس او يجيبوا لهم شنطه المدرسه او يبعتوا لهم حتى هدوم المدرسه لان هم امكانياتهم ضعيفه. ارجوكم انتوا لو تقدروا، كل واحد هو بيجيب لابنه ويجيب لابن انسان اخر مش قادر يشتري هدوم مدرسه او يجيب شنطه المدرسه او مستلزمات المدرسه، تكلفه مش عاليه، تكلفه بسيطه، لو كل واحد دور حواليه في بيته في الشارع بتاعه هيلاقي ناس. وانا قلت قبل كده اللي عاوز يشارك ابعت لنا على صفحتنا على بوضوح، سواء اللي محتاج اللي يدفع له مصاريف المدرسه او يجيب له هدوم مدرسه. وعايز اقول لكم ان في تفاعل كبير من المجتمع المصري، جالي رد فعل ايجابي، في ناس كتير بداوا يعملوا هذا الموضوع، وفي شركات كبيره كلمتني عشان خاطر هتبقى يعني راعيه لهذا الموضوع، وان شاء الله قريب هعلن عن اسماء وارقام جيده تحسسنا ان مصر بخير وان الحمد لله لسه فيه خير. وامتدادا لموضوع الخير، احنا الحمد لله لما بنعلن عن حاجه في بوضوح او في واحد من الناس الحمد لله بنتحرك على طول. اعلنا عن مشروعنا لدعم المراه المعيله في مصر، واعلنا عن مشروعنا ان احنا نساهم مع المراه المعيله الست اللي هي جوزها مش قادر ينفق ان هي بتنفق، ان احنا نديها المشروع وندعم المشروع ونساعدها في تمويل المشروع ونمول المشروع بالكامل عشان تقدر تصرف على ولادها وعلى نفسها وعلى جوزها المريض. الحمد لله بدأنا في بني سويف وفي المنيا وفي أسيوط وفي سوهاج وأماكن تانية كتير عشان نقدر نوصل لكل ست عاوزة تعيل أسرتها وتوفر لها دخل لائق وتحقق لها حياة إنسانية كريمة. هنشوف التقرير عن اللي قدمناه من خلال بوضوح واحد من الناس للمرأة المعيلة لما أعلننا عن الحملة في البداية، وحنشوف إيه اللي تم بعد كده لغاية النهاردة. وإن شاء الله إحنا الهدف بتاعنا السنة دي 4000 مرأة معيلة، وعندنا أرقام أخرى كبيرة جدا لغاية 2020. ربنا يا رب يوفقنا ونقدر نعمل ده، لأن المجتمع المصري مش هيقدر إن هو يحصل فيه توازن اجتماعي غير لما الغني يدي الفقير ولما الجميع يكون مرتاح ويكون راضي. اهم حاجه ان الكل يكون راضي. نشوف التقرير عن المشروع الكبير اللي احنا عملناه لدعم المراه المعيله، بعدها نطلع فاصل نرجع عشان نستقبل الاستاذه الدكتوره هبه قطب في موضوعنا اللي هنفتحه النهارده عن الصحه الجنسيه. نشوف التقرير عن المراه المعيله، المشروع الكبير اللي عمل واحد من الناس بوضوح. برعاية وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أبرمت شركة كوكاكولا وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسة واحد من الناس والصندوق الاجتماعي للتنمية اتفاقا على توزيع 1500 ثلاجة على 1500 أم مصرية معيلة كنوع من المساهمة في تحسين أوضاعهن الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي لأسرهن. لقد استثمرنا وسخرنا جهدا بشريا وعلميا وماديا من أجل انطلاق هذا المشروع مع شركائنا المحترمين يو أن وومن وكوكاكولا، ورصدنا له العديد من المقومات والركائز التي تضمن نجاحه واستدامته، مستعينين بخبرتنا السابقة في مجال العمل الاجتماعي ومسترشدين بخطة الدولة الإنمائية الطموحة التي أتاحتها لنا وزارة التنمية المحلية، إضافة إلى إدراج الصندوق الاجتماعي كشريك أساسي لضمان تنفيذ هذا المشروع وتوجيهه لمستحقيه. وفي غضون شهور بدأ تنفيذ المشروع، حيث أشرف على تنفيذه مؤسسة واحد من الناس والتي تبرعت بالبضاعة العينية لكل أم.
وفي منطقة منشية ناصر. تم توزيع 76 ثلاجة على الأمهات المعيلات التي تم تدريبهن من قبل صندوق التنمية الاجتماعية على كيفية إدارة مشروع صغير بما يضمن لهن أفضل عائد مادي ممكن. علمونا أن احنا نتدرب على الحاجة، أن احنا نبيعها إزاي، نحرص على الإنتاج بتاعنا، نحرص على أن احنا نجيب نزود الدخل بتاعنا. استفدت عليك كتير قوي، ان انا قبل ما اعمل الشيء اكون مخططاله، ولازم قبل ما اعمل مشروع اكون مجهزه الفلوس اللي على قده، لو اوسع قوي عشان ما اتورطش ولا ايه يعني، على قد الفلوس اللي معايا. خدت مكرونه وكرتونه زيت وسكر ورز وحلويات. خدت سكر ورز وزيت وتلاجة، ربنا يكرمكم. مبسوطة وسعيدة ان انا خدت سكر وزيت ورز وتلاجة وابدي حياة جديدة يعني وكويسة، واشكركم والله، واشكر فريق العمل كله. استلموا التلاجات النهاردة، هتستلموا البضاعة من شركة كوكاكولا بالصناديق بكل حاجة، علشان تبدأوا تعملوا المشروع بتاعكم اللي ربنا يا رب يجعله فاتحة خير عليكم جميعا. المشروع ده تم بالتعاون مع شركة كوكاكولا، وواحد من الناس هي اللي قايمة بالدور الأساسي كله اللي بتدعمه شركة كوكاكولا. الصندوق الاجتماعي ادى دورات تدريبية لكل العاملين ازاي يعملوا هامش ربح، ازاي يحسبوا الفلوس، ازاي يعملوا الكلام ده كله. وان شاء الله بندعي انها تكون فتحه خير على كل السيدات، لان هي دي البذره اللي احنا بنقول عليها لبدايه مشروع تمكين السيدات في مصر. في سيدات كتير جدا محتاجين ان هم مساعده نبدا لهم مشروع مايكرو بروجكت زي ما بنقول، فقلنا ان احنا نشوف السيدات الاكثر احتياجا في المجتمعات بتاعتنا اللي هي تعتبر في اشد الاحتياج للكلام ده، وبدانا نعمل لهم مشروع، ندي لهم ثلاجه من شركة كوكاكولا، وبنجيب لهم بضاعة، مؤسسة واحد من الناس بتساهم فيها، والصندوق الاجتماعي الحقيقة قام برضو موضوع مهم جدا، هو موضوع تدريب هذه السيدات، هؤلاء السيدات عن كيفية إدارة المشروع عشان نقدر نستمر يبقى فيه نجاح لي إن شاء الله. واستمرارا لتنفيذ هذا المشروع وزعت 23 ثلاجة على الأمهات المعيلات في منطقة إمبابة، ثم 75 ثلاجة عليهن في منطقة عزبة الهجانة. الحمد لله النهاردة خدنا 20 كيلو سكر، ثلاجة 5 سنة دي حاجة ساعة، 20 كيلو رز، 20 كيلو مكرونة، واخدين حاجات كرتون الزيت، وخمسة سنة دي حاجة ساعة على شركة كوكاكولا بعتنا مع الثلاجات، واخدين حاجات كتير، ربنا يبارك لهم يا رب ويوسع عليهم. جيت النهاردة ادوني ثلاجة وادوني كرتونة حاجات ومكرونات وحاجة ساعة، حاسة بفرحة كبيرة جدا، مش قادرة أقول لك إن أنا روح ردت فيا، بدل ما بشتغل في البيت ودي تزلني ودي تزلني، بقيت حرة نفسي وحاجة كبيرة بالنسبة لنا. أنا حاسة بفرحة وبراحة ومبسوطة علشان ربنا كرمني بيكم وادتوني تلادة وحديتها وخير داني يا ولدي. ومنذ أيام تم الانتهاء من توزيع 119 ثلاجة على الأمهات المعيلات بمحافظة بني سويف. في محافظة بني سويف إجمالي عدد المرأة المعيلة اللي احنا كنا بتدريبهم وهنسلمهم ثلاجات 119 سيدة. احنا دربنا المرأة ازاي تدير المشروع وازاي تحافظ عليه وازاي تضمن استمراريته وازاي تدير دورة رأس المال بتاع المشروع حتى لو المبلغ صغير. شركة كوكاكولا احنا بنسلم ثلاجة ومعها كم من المنتجات لبداية الانطلاق يعني للمشروع، عشان حاجة معينة للسيدة اللي بتدير المشروع انها تبتدي تشتغل بيها. الهدف هو تمكين المرأة بمشروع يقدر يساعدها ويعينها انها تعيل عيلتها بطريقة كويسة ويبقى مشروع مساعد ليها في حياتها. شركة كوكاكولا هو واحد من الناس قدمت لنا المواد الغذائية والأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي، فنشكرهم جدا جدا صراحة ان تعبوا معانا، وفي التدريبات اكتر تعبوا، علمونا ان نكتب اسمنا وعلمونا ندير المشروع زي كيف، ونبيع ونشتري ونكتب الحاجات اللي هم جايبينها مساعدة ليه. اعلم عيالي وادهم المدرسة واعرف ان انا اجيب حاجة لبيتي والعيال واصرف على لجوز والعيال. مش هلجأ لحد وهيدخل مصدر رزق واسع ويكفي ان انا هقدر اعلم ولادي، مش هطلع بنتي من المدرسه اقول لا انا ما معيش. فرحه الامهات المرتسمه على وجوههن ستشرق في الايام المقبله بمحافظه المنيا التي سيتم توزيع 150 ثلاجه على الامهات المعيلات بها، وبعدها محافظه اسيوط بواقع 100 ثلاجه
وأخيرا محافظة سوهاج بواقع 331 ثلاجة، كل ذلك بفضل التعاون رباعي الأضلاع بين شركة كوكاكولا ومؤسسة واحد من الناس وهيئة الأمم المتحدة وصندوق التنمية الاجتماعي، ولا زال العطاء مستمرا. ياسمين الضوي بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونحط علامه للكبار فقط بعد اذنك يا استاذ احمد، ونبدا ملفنا النهارده عن الثقافه الجنسيه والصحه الجنسيه. هذه الحلقه هنناقش موضوع مهم بيشغل بال الكثير من المتزوجين والمقبلين على الزواج، والتوافق الجنسي بين الزوجين. يا ترى ايه هو هذا التوافق، وايه هو عوامل وجوده هذا التوافق، لماذا قد يغيب بين المتزوجين، وفي حال غيابه ايه هي العوامل التي قد تساعد على عودة الوفاق والألفة للزوجين مرة اخرى. هنعرف المزيد عن هذا الموضوع وهنجاوب على تساؤلات وغيرها مع الدكتورة هبة قطب، استاذ الطب الشرعي واستشاري العلاقات الزوجية. برحب بك دكتورة. اهلا بحضرتك. اسمح لي بس قبل ما نتكلم على الموضوع النهاردة، الحقيقة انا شرفت بحضور الحفلة بتاعت بداية المشروع بتاع صحيح الأمهات المعيلات، وأنا سعيدة جدا أنه هو خرج لحيز التنفيذ. حاجة تانية كمان عايزة أقولها، ودي يعني جزء من عملي، هم ستات على قدهم خالص وحتى مش متعلمات، بس بدأ يبقى عندهم لغة حوار، وبدأ يعني حتى في لغة الجسد في السيكولوجي بدأ يبقى عندهم دفع للهواء خارج جسمهم. يعني في حاجة كده بنقولها أنه هو تون الصوت لما بيتكلم وثبتها وهي بقت صاحبة عمل بالظبط، وثبتها الجسدي ده اصلا بيقول ان هي اختلفت من جوه، قبل ما تكون مجرد ان هي بقى هيبقى عندها قرشين تصرف بيهم على اولادها، بقى عندها ثقه. الحمد لله، والله الحمد لله. عندها حب للحياه، يعني مجهود كبير عملته اليو ان وشركه كوكاكولا. وطبعا تحيه لكل الاطراف، الحقيقه كلهم الحقيقه صحيح واحد من الناس هي اللي نفذت، لكن الحقيقه كلهم ليهم الشكر والتقدير. لا تحيه طبعا لواحد من الناس ولكل الاطراف، دي حاجه سعيده. انا ما اتصورش يعني بعد الحقيقه الحاجات المؤلمه شويه اللي كانت موجوده اليومين دول، بس دي برده في حاجات تثلج الصدر يعني. الحمد لله الحمد ربنا لله. يوفقكم دايما ان شاء الله. الله يخليك دكتوره. خلينا نشوف الاول تقرير اعده فريق الاعداد عن التوافق الجنسي. يعتبر التوافق الجنسي بين الزوجين هو بداية صحية لعلاقة زوجية سعيدة، حيث يتطرق كل طرف من طرفي العلاقة لفهم الآخر وجعله يشعر بالرضا أو الاكتمال. التوافق الجنسي ما بين الزوجين إن هو يبقى الزوج والزوجة مبسوطين من بعض، مش كارهين بعض. يعني مثلا على سبيل المثال في العيشة، في العلاقة الحميمة اللي ما بينهم وبين بعض. التوافق هو الإشباع بين الرغبات الزوجين بين بعضهم وبعض. العلاقة الزوجية تبقى سليمة بينهم وبين بعض، يعني هي متقبلة وهو متقبل العملية الجنسية مع بعض في حدود الشرع والدين. لازم كل اتنين بيحبوا بعض في العلاقة الجنسية بالذات، يعني ويكونوا مرتاحين مع بعض، غير كده ما ينفعش. العديد من الأسباب تعود إلى عدم التوافق الجنسي بين الزوجين، مثل عدم القدرة على مناقشة هذه الأمور، وعدم التفكير في رغبات الآخر، والتفكير فقط في إشباع الرغبات الفردية وانعدام التجديد بينهما، وهو الأمر الذي قد يؤدي بهما إلى الانفصال عوضا عن البحث عن الحلول. عدم التوافق الجنسي بين الزوجين أولا بيرجع إلى المشاكل المادية، المشاكل الأسرية يعني بين العائلات ماشي، في حاجات كمان ممكن تكون مشاكل صحية، يعني ما تبقاش في مشاعر متبادلة أو حب من أول من قبل الجواز مثلا. الناس ما بتتفهمش مع بعض، جواز مصلحة. مشاكل كتيرة عشان ما فيش مصروف، ما فيش فلوس، في مشاكل أكتر من اللازم. حين يفقد الطرفين المشاعر في العلاقة الحميمة يفقد معها الحب والاهتمام والرغبة في ممارسة العلاقة. فما هي الحلول لعلاقة جنسية ناجحة قائمة على التوافق الجنسي؟ الحل يعني إذا كان في ما فيش توافق جنسي بين الراجل والست، يبقى في الحالة دي الانفصال أحسن، لأن هي ما دام في توافق بين الـ 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 العيشة والحياة بين الراجل والست بتعتمد على الحياة الجنسية. يغيروا الحياة بتاعتهم ان هم في مكان تاني، او المعاملة بتاعتهم بينهم بين بعض تبقى معاملة حسنة.
وكل ما النفسيه بتبقى مرتاحه كل ما العلاقه الزوجيه بتبقى احسن. طبعا العلاقه الجنسيه اللي بين الزوج والزوجه دي لازم تكون علاقه حميمه بتعامل بينها في نوع من الرفق، هي عشان تتعامل معاها لازم هو يتعامل معاها بالرفق. مفيش حلول في البيت، بيلجأوا طبعا لدكتور نفسي او دكتور علاقات جنسيه يشوف مثلا ايه الحاجه اللي واقفه في يعني اللي ايه الصدود اللي واقفه بينهم. التوافق الجنسي من اهم الاشياء في العلاقه الزوجيه، لان هناك احتياجات لا يمكن ان تلبى الا من خلال هذه العلاقه، ومنها الاشباع العاطفي، وعندما يتحقق ذلك تظهر على الزوجين ملامح البهجه والراحه والاحساس بالامان والنجاح في البيت والعمل. ندى عبد المجيد، برنامج بوضوح، مع الدكتور عمرو الليثي، قناه الحياه. اهلا بحضراتكم بعد التقرير. طبعا احنا بنتلقى كل التليفونات، ارجوكم اي حد ليه اي تساؤل ارقام التليفونات هتنزل دلوقتي وكمان على صفحتنا على الفيسبوك لمن يريد ان يسال الدكتوره هبه قطب. دكتوره هبه، في البدايه هل في معيار محدد ممكن من خلاله الزوجين يعرفوا اذا كان بينهم توافق جنسي ام لا؟ لا الحقيقه ما فيش، بس هو يعني اصلا لفظ التوافق الجنسي هو لفظ مستورد لانه موجود في الثقافه الغربيه على اعتبار ان كل واحد في الطرفين بيبقى له علاقات كثيرة قبل الارتباط بالطرف الآخر. فبيبتدي ان هو يطبع على نمرة واحد في حياته، نمرة اتنين في حياته، نمرة تلاتة في حياته، كل واحد بيسيب زي بصمة عنده، وبالتالي لما بيجي يتزوج او بيجي يرتبط ارتباط طويل بيبتدي غصبا عنه هو متعود على نمط معين من الاستمتاع، فربما لا يجده عند الزوجة او عند اللي هي الرفيقة بتاعت العلاقة. ده بالنسبة للثقافة الغربية. مفترض ان احنا عندنا لو ادينا ثقافه جنسيه صحيحه قبل الزواج، الاثنين لسه بيتجوزوا لاول مره ومحدش فيهم عنده اي يعني ثقافات سابقه او اي علامات سابقه، بيحصل توافق بشكل حتمي. لو ما بيحصلش يبقى ربما لسببين، يا اما نتيجه علاقات سابقه معلمه او معلومات، حتى مش لازم يكون علاقات حقيقيه، ممكن علاقات افتراضيه يعني على الانترنت او تشات او حاجات من هذا القبيل، او قراءات، او حد قال له حاجه او قال لها حاجه او كده، يا اما ان هما يكون عندهم معلومه منقوصه فبترفع سقف التوقعات بعيد عن الواقع، وبالتالي بيبتدي هو او هي يقارن باللي هو يعتقده مش بما يجب ان يكون، فبيعمل شويه لخبطه. فدايما الطرفين او احدهما بيشتكي انه لا ده احنا مفيش توافق، انا ما اتبسطتش وهي ما اتبسطتش، يبقى احنا مفيش توافق بيننا. طيب اسباب ده ايه؟ الاسباب هو في ابعاد كتيره، يعني في البعد النفسي، يعني ربما يكون اصلا ما فيش كيمياء بين الزوجين. يعني انا يعني ايه كيمياء؟ كيمياء اللي هو القبول النفسي ما بين الزوجين. يعني كان عندي لسه من كام يوم في العياده بنت عندها 19 سنه وزوجها ابن عمتها، وابوها مصر، يعني هو اللي اصر ان هو يجوزه لها وهي ما كانتش عايزاه. فبالتالي طول الوقت من اول يوم جواز وهي بقى لها متجوزه سنه تقريبا بتشكو من العلاقه بشكل مستمر، وهو الحقيقه بيحاول يرضيها بقدر الامكان وهي ما فيش اي حاجه بتمتعها. لما سالت على الاسئله العاديه اللي هي ربما تكون سبب في عدم التوافق الجنسي من ناحيه الوظيفيه الجنسيه، ما فيش اي حاجه ايجابيه. لكن لما قعدت معاها لوحدنا وسالتها انت كنت عايزاه، انت بتحبيه؟ قالت لي انا ما كنتش عايزاه ومش قادره ابص له، مش قادره اعتبره جوزي لحد دلوقتي، وحتى باخد يعني حاجات حبوب منع الحمل من وراهم، لان انا خلاص حتما انا عايزه اسيبه، انا مش عايزاه، لكن ايام بقضيها وخلاص عشان ارضي الاهل. بتقول لي واحقاقا لحق انا حاولت اتقبله وما قدرتش. فدي بتبقى حاجه سر من اسرار ربنا، حكايه ان هو حد يقبل حد يستلطف حد، دي مش بتاعه حد. ده احد الاسباب. السبب الثاني اللي زي ما قلت لحضرتك ان هي اما توقعات زايده فبتحصل مقارنه مع الواقع فبيبقى لصالح التوقعات، يا اما انه في تجارب سابقه او معلومات سابقه غير حقيقيه. يعني الزوج والزوجه اتخطبوا في الاول، كتبوا الكتاب، جت الدخله اتجوزوا،
هل من اول ليله في الدخله يقدروا يعرفوا اذا كان في توافق جنسي او عدم وجود توافق جنسي؟ هل لازم يكون في حديث في هذا الموضوع قبل ليله الدخله عشان خاطر كل واحد يتعرف على الاخر بشكل اكبر؟ ايه المطلوب بالظبط عشان نتجنب هذه المشكله؟ هو الحقيقه لا، حديث طبعا الموضوع ده قبل الزواج غير وارد، لانه حتى لو حصل، لو هم حتى كاتبين الكتاب وحصل حديث في المسائل الحميميه دي، فبرضه مساله ان انا هتبسط ولا لا، ما دي لازم يكون فيها تجربه، لازم يكون حاجه في محك، يعني لازم ينزلوا هما الاثنين الى ارض الملعب. ولكن حكايه ان هو من اول ليله، طبعا لا يمكن يكون من اول ليله، وهما حتى ما فيش حد بيجي يقول عندي توافق او لا، لان معروف ان هو في اوائل الايام، اوائل اللي هي مرات العلاقه، بيبقى فيه زي ترايل اند ايرور، يعني تجربه وخطا. ربما يكون هي بتسعى بس البنت لمجرد ان هو الامور تبقى ستابيلايزد، يعني بس تبقى حتى ما يبقاش في الم، وبعدين تدخل بعد كده الى مرحله ان هي تستمتع او تمتع زوجها. لو حصل الكلام ده بشكل سلس كان بها، يبقى ما فيش حد فيهم هيشتكي. لو ما حصلش بشكل سلس وفضل دايما في يعني نقاط بيتوقف عندها احد الطرفين او الاثنين، يبقى كده بيبتدوا هم بيعزوها الى مساله التوافق الجنسي او عدم وجود التوافق الجنسي. ازاي كل واحد يقدر من الزوجين يعرف الخريطه الجنسيه للطرف الاخر وبناء عليها يقدر ينزل عند رغباته الجنسيه؟ بالحوار، يعني هو التواصل ما بين الزوجين، التواصل اللفظي او التواصل الحواري ما بين الزوجين، ما بين طرفي العلاقه، بالذات في اول الجواز ده حاجه مهمه جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلق البني ادمين، خلقهم هم بالذات بيتعرفوا على بعض بالكلام، مش زي مثلا مخلوقات اخرى بيطلع لهم ريحه او بيعملوا اصوات او موسم تزاوج او كده، لا، دول اتنين بني ادمين عايشين مع بعض طول الوقت العمر كله، فبالتالي هم لازم يتواصلوا. في حد بيطلب من الآخر حاجة، في حد بيشكو من حاجة، في حد بيحاول يصلح حاجة، كل ده بيجي بالحوار. حتى التعرف على الخريطة الجنسية اللي حضرتك بتشير إليها دي بتبقى برضو بالحوار، يعني هو بالتجربة والخطأ، يعني كذا أنت بتنبسطي منه، أنا بنبسط، لا ده كده أكتر، طب أنت بتنبسط من إيه، هو يقول لها، وهكذا. وفي ناس يقولك لا ده بالفطرة، لا الحقيقة الفطرة دي مش ده مكانها أبدا. المكان ده او اللي هي القالب المتحرك او القالب المتغير ما بين المتزوجين، هو اصلا طريقه التعرف عليه ما بين الزوجين هو الحوار والمشاركه في المساله وتبادل الاراء وكمان البحث سويا، يعني هم مثلا يدوروا سوا، طب تعالي نشوف كده الطف ولا لا، طب انا قريت كذا، طب تعالي نجرب كده، وهكذا. انت كطبيبه بحكم خبرتك والحالات اللي بتجيلك، اكثر اسباب عدم وجود توافق جنسي ومظاهر ده ايه؟ يعني تتمثل في ايه؟ اكتر الاسباب هو التجارب السابقه، سواء تجارب حقيقيه او تجارب افتراضيه انترنتيه، اذا جاز التعبير، افلاميه ممكن تقول، قصصيه. يعني افلام الجنس ممكن تساهم في حاله وجود عدم توافق جنسي نتيجه ان هو التوقعات كبير اللي بيشوفوها اكبر بكتير من الواقع؟ ده صحيح، بنصيب كبير جدا جدا. وكمان هو بيشوف في الافلام دي تجاوب الانثى بيبقى ازاي وحركاتها و فهو فاكر ان هو هيدخل في ليله الدخله هيلاقي فيلم جنسي منتظره. لكن بس في ازواج، وعندنا حالات جايانا تساؤلات، بواحده زوجها بتقول ان جوزها بيفرض عليها انها تشاهد معاه افلام جنسيه. ده بيحصل كتير قوي. هل ده صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط، يعني اذا كان هو بيعمل حاجه غلط واصلا هتعود على علاقتهم بالوبال، يبقى هي كمان تشترك. طب غلط ليه عشان نوضح؟ لا غلط ليه، علشان هو يعني هما الاثنين يعني بيتفرجوا على اعضاء الجنسيه وعلى بتاعت ناس هما مش محارم عليهم، وبيتفرجوا على اجساد عاريه مش من حقهم يطلعوا عليها. ده يعني المساله دي ده قدس الاقداس، يعني ما ينفعش خالص. ولا لان هذه الافلام كمان فيها مبالغات غير واقعيه. الحقيقه انا مش قلقانه من كده، لان ممكن المبالغات تيجي حتى من روايه بيقروها يعني. لكن الافلام دي بالذات المشاهدات دي اصلا مساله يعني ممنوعه بكل طرق، سواء دينيا او حتى اجتماعيا او حتى طبيا وعلميا، لانها بتترك بصمات اكتر من اي حاجه تانية. تاني حاجة ان هو للأسف في صفة التصديق اثناء مشاهدة هذه الافلام، يعني مثلا اللي بسمعه كتير، لا احنا كان على فكرة كان غرضنا نتعلم، لا دي الحاجات التعليمية حاجة والحاجات الاباحية الجنسية الصريحة حاجة تانية. صفة بقى المبالغة حضرتك بتقول عليها دي معلومة لازم نوصلها للناس، انه الافلام دي اصلا يعني احنا حتى ده كان جزء من الدكتوراه بتاعتي وانا بعمل دكتوراه في امريكا، والكلام ده كان فين؟ سنه 2002، يعني حتى مش زي دلوقتي. كمان كانت مثلا مواقع اياميها كانت ولا واحد على 50 من الموجوده دلوقتي،
كانوا بيورونا الميكنج اوف، يعني حتى كان ماده كده اللي هو بيسموها الفيرتشوال سكس اللي هي الجنس الافتراضي، ماده من ضمن مواد الدكتوراه. فكان بيورينا الميكنج اوف يعني كواليس هذه الافلام. فالمشهد اللي بيتذاع مثلا على الانترنت او على الحاجات دي مده دقيقتين ممكن يقعدوا يصوروا فيه 3 ايام. مش بس كده، بقى في كمان مبالغات في زوايا التصوير بحيث ان تظهر الاعضاء بشكل ما، الاحجام اكبر. في مش بس كده، في كمان الممثلين دول ساعات بيوقعوا على تعهد ان هم قابلين لاي تعديل يراه المخرج او منفذي الافلام دي، مثلا ممكن يعملوا له يغيروا ملامح اعضائه الجنسيه، ويعني بحيث ان هي تشتغل كام شهر وهتعطل طول العمر بعد كده في مقابل بضعه ملايين مثلا من الدولارات وهكذا. فياريت الناس تفهم الكلام ده، وفرصه كويسه ان احنا فتحنا الموضوع ده. طيب، وجود الكبت الجنسي هل يساهم في تردي العلاقه الجنسيه والتوافق الجنسي بين الزوجين؟ الكبت الجنسي قصدي حضرتك قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ لان في نوعين من الكبت. قبل وبعد. قبل الجواز يعني بيبقى بيحول المساله بالنسبه للرجال بالذات يعني او للشباب بالذات الى مساله وظيفيه بحته، وبالتالي طبعا بفطره الانثى بترفض ده، فممكن قوي فعلا يساهم في الكبت في قصدي عدم التوافق. بعد الجواز اللي هو الكبت اللي بعد الجواز، اللي هي مثلا المراه بتتمنع كتير والرجل شهوته بتبقى اعلى بكتير، فده بيبقى بيحوله برضو الى اداء وظيفي في المرات القليله، يعني عارف الكيف بيختفي على حساب الكم. فبالتالي لا، بيبقى فعلا في مشكله في الاداء بتاعه، لان هو بيبقى همه انه يخلص لانه مش عارف المره الجايه تبقى امتى. قد ايه ثقافه الحوار الجنسي والافصاح عن الرغبات الجنسيه للشريك قد تساهم في تعزيز التوافق الجنسي؟ كتير جدا. احنا لسه قايلين ان هو تنصحي بايه في هذا التوافق؟ يعني انا انصح انه ما حدش يتكسف، يعني حتى في سؤال برضو كان جاي على الفيسبوك ان هو في ده في نفس اطار الموضوع ده، انه يعني واحده بتقول انا عندي يعني رغبات كتيره ناحيه زوجي وبخجل اقول له، لاحسن يقول عليا ان انا انسانه مش كويسه. طيب امال يعني لو انت عندك رغبات هتقولي لمين؟ يعني دايما ده سؤالي، يعني اذا كان حتى ممنوع عليكي حتى ولو اجتماعيا انك تقولي لزوجك، امال هتقولي لمين؟ لا طبعا، ده شيء بالعكس يجب ثقافيا ان احنا نعضده جدا، وان احنا نعلمه للناس من خلال هذا المنبر التوعوي. والحقيقه لازم اقول ان احنا احسن بكتير قوي قوي من الاول، يعني حتى الشباب دلوقتي بيقبلوا ده، واحيانا بيفرضوا على الزوجه ان هي لا اتكلمي ولا قولي لي ويشجعها وهكذا، وده ده شيء يعني جميل جدا. في هذا الاطار في سؤال جاي على الفيسبوك، رجل متزوج بقاله 5 سنين. أيوة. وبعدين بممارسة التجربة مع زوجته بيقول ان هي لا تصل الى النشوة الجنسية او الاورجازم الا بعد فترة. بيضطر هو ان هو يستخدم، احد اصدقائه قال له انك انت عليك انك انت تستخدم طرق مختلفة لتأخير القذف، عشان لو انت عندك هذا المرض تأخير القذف. السؤال بيقوله انه بيقول ان انا بدأت وانه بدأ يعاني من بعض المشاكل الصحية. السؤال، تأخير القذف عند الرجل يؤدي إلى مشكلة مرضية مزمنة أم لا؟ هو حسب إيه اللي استخدمه في تأخير القذف؟ في مثلا لو هو بيبقى على شفا القذف وبعدين يوقف نفسه بأي طريقة كانت، يعني خلينا نقولها بشكل أوضح، في الدورة الجنسية في المفروض إن هو بيحصل ارتفاع في نسبة الإثارة، وبعدين استمرارية للإثارة على المستوى المرتفع، وبعدين بيحصل قرار من الزوج أنه ينهي العلاقة بالإيلاج والاحتكاك. مع الإيلاج في نقطة معينة اسمها point of no return، يعني نقطة اللا عودة. نقطة اللا عودة إن هو حتما هيحصل معاها قذف، يعني وهو خلاص بيفقد الكنترول عليها. في خطأ في بعض الرجال بيوقفوا أنفسهم ميكانيكيا، يعني بيضغطوا أعضائهم ميكانيكيا بعد أو مع متزامن مع نقطة اللا عودة. ده شيء خطير جدا جدا جدا، لأن هو خلاص الدورة الجنسية بتنتهي وإحنا اللي بنوقفها، فده كده بنعكس الممر أو المسار الفسيولوجي للتوافق العضلي العصبي والإشارات العضلية العصبية وهكذا. فده خطير جدا. فلو هو ده كان يؤدي الى مرض، ده يؤدي الى امراض يعني احتقانات، ويؤدي الى التهابات في البروستاتا واحتقان في الخصيه، وربما يكون ارتشاح، لا يعني حاجات كتيره جدا. ومن اكتر الحاجات اللي بتؤدي الى التسرب الوريدي عند الرجل، وبالتالي بيبقى عنده عدم القدره على الاحتفاظ بالانتصاب فيما بعد.
نطلع لفاصل اعلاني نرجع نواصل حوارنا مع الدكتوره هبه قطب. ارجوكم اي تساؤلات حضراتكم اتصلوا بينا وهنعرض عليها الاسئله، وان شاء الله كمان لو حبينا ناخد اي معلومات هنتصل بالحال على الهواء مباشره بعد الفاصل. عايز اسال الدكتوره هبه ايه معنى التوافق الجنسي؟ لو زوجين ما فيش ما بينهم توافق جنسي ايه الحل؟ هل في حاجه اسمها كيمياء جنسيه ما بين الزوجين؟ هل عدم التوافق الجنسي بين الزوجين بيؤدي الى الطلاق؟ الملل الجنسي سبب ام نتيجه للتوافق الجنسي؟ هل تقدم العمر للزوجين بيخلي التوافق الجنسي يزيد او يقل؟ عايز اسال الدكتوره سؤال، ايه الفرق بين البرود الجنسي وعدم التوافق الجنسي؟ هل التوافق الجنسي بيبقى موجود ما بين الزوجين من الاول، ولا يعني حاجه بتبقى موجوده ما بينهم، ولا دي حاجه ممكن تتخلق ما بينهم مثلا بعد الزواج او كده؟ اهلا بحضراتكم مره تانية. جبت لها بعض التليفونات. استاذه منى من المنصوره بتقول زوجي يطلب مني علاقه حميميه كل يوم، علما بان هذا الموضوع يرهقني جدا ولا اشعر برغبه، احنا متزوجين من 15 سنه، ماذا افعل؟ هي ماذا تفعل؟ هي لازم تدور على حاجه هي كمان تمتعها، لان هي العلاقه دي مشاركه ما بين الزوجين. لو حد واحد بيستمتع والتاني لا، او بالذات بالنسبه لسيكولوجيه المراه لو حاسه ان هي مجرد اداه لمتعه الزوج، ده بيبقى مهين جدا بالنسبه لها، وده حتى بيغطي على احتياجها اذا كان في احتياج جنسي. في استاذه بتقول ان الطبيب هي لسه انسه، قال ان هي عليها ان هي عشان عندها مشاكل صحيه انها تمارس العاده السريه مره كل شهر، هل توافقي على ذلك؟ الحقيقه هي اتس كيس باي كيس، يعني هي لازم هذه البنت لازم ترى ولازم تفحص ولازم يحصل لها، يعني لازم يعمل لها سونار، لازم يطلع مثلا عندها احتقان شديد في الاعضاء الجنسيه، ولازم يكون هي برضو بتساهم بانها بتعدد رغبه نفسها، يعني بتشاهد حاجات بتقرا حاجات. لكن المراه بالعكس هي يمكن ربنا حباها بان هي ما عندهاش عنفوان للرغبه، يعني الرغبه مش بتتمكن منها طول ما هو ما فيش ممارسه قبليه. اتصال تليفوني من الاستاذه نوره بتقول جوزي يعاني من ضعف انتصاب، ايه الحل؟ هو ده يعني لازم يتعالج، لازم يعمل فحوصاته ولازم يتعالج، لازم يسمع كلام في العلاج، لانه ضعف الانتصاب مش سهل ان هو يروح. يعني استاذه منى من الشرقيه انا بتقول انا اعاني من برود جنسي مالوش اسباب طبيه، اجريت عده تحاليل ولا يوجد سبب طبي. يبقى في سبب نفسي ممكن اتصل بيها كنترول، اتصل لنا بيها لو سمحتوا، لو عشان نفهم منها اكتر الحاله ايه لو سمحتوا. استاذه منى من الشرقيه. طيب انا في سؤال تاني جاي لي برضه بس جاي لي على الفيسبوك، حاجه غريبه جدا، وبعتها ام بتستغيث وبتقول ان انا دخلت على ابني لقيته بيحاول يشنق نفسه، ولما سالته انت بتعمل كده ليه؟ فقال لي ان هو في حاجه اسمها اسفيكسيا الجنسيه، وان هو عشان يبقى يعيش في لذه جنسيه فبيخنق نفسه، وبعدين قبل ما تيجي في لحظه من اللحظات قبل ما يغمى عليه بيفك الحبل اللي رابطه عشان يشعر بنشوه جنسيه. الام الحقيقه قالت لي يا دكتور عمرو المشكله مش في كده وبس، انا فوجئت ان كتير جدا من اصحاب ابني بيعملوا نفس الموضوع، وبعضهم دخل في غيبوبة وبعضهم أغمى عليه وفي اتنين منهم ماتوا. السؤال يا دكتورة بوضوح، لأن واضح إن الموضوع اللي طرحته هذه الأم المكلومة اللي بتقول إن ربنا هو اللي أنقذ ابنها من الموت قبل ما يشنق نفسه عشان خاطر يستمتع بعلاقة جنسية من طرف واحد، نعمل إيه أو تقولي إيه لكل شاب بيسمعنا دلوقتي وبيراوضوا حلم الاسفكسيا الجنسيه عشان يستمتع بجنسه ما يعرفش انه ممكن يموت نفسه، وان في ناس كتير جدا راحوا ضحيه الاسفكسيا الجنسيه؟ اتفضلي. هو طبعا هي حاجه اسمها سكشوال اسفكسيا معروفه، حتى يعني انا على مستوى الطب الشرعي طبعا درسناها بعمق اكتر حتى من مساله العلوم الجنسيه. لكن الحقيقه ما يستغرب له ان هي رجعت الى الظهور، هي كانت حاجه قويه جدا موجوده في الخمسينات والاربعينات والثلاثينات من القرن الماضي، وكانوا بيعملوها في صوره حفلات جنسيه جماعيه، وكانوا بيعملوا لها شويه فانتزي، يعني بيشغلوا مثلا موسيقات غريبه
بيعملوا يعني بيعملوا لنفسهم كده جو كئيب، عارف زي عبادة الشيطان كده، وكان بيلبسوا ملابس معينة، وكانوا بيبتدوا ان هم يثيروا انفسهم بطريقة الهايبوكسيا او انخفاض مستوى الاكسجين في الدم، وكان بيقصدوا ان هم يكونوا مجموعة مع بعض، لان هي في شعرة ما بين الشعور بالدخول في الاغماء او انخفاض مستوى الاكسجين في الدم وفقدان الوعي الفعلي. فقدان الوعي لو حصل مات الشاب ده، مات. الام بتقول فعلا ان في اتنين من اصحاب ابنها ماتوا نتيجه ان هم خانقوا نفسهم عشان خاطر الاسفكسيا الجنسيه بالظبط، وبيشخص على انه انتحار وخلاص. ولكن هي الحقيقه انا مستغربه جدا انها عادت للظهور وفي صور فرديه، يعني زي بقول لحضرتك كان زمان بيعملوها بصور جماعيه عشان ينقذوا بعض. طيب تقولي ايه بقى لكل شاب بيسمعنا؟ رجاله لحضرتك انا الحقيقه شايفه انه احنا بنتقدم ولا بنتاخر، دي حاجه. تاني حاجه انه اللي علمك ده منه لله، يعني زميلك اللي علمك ده، ان هو الحقيقه بتتناقل المساله دي، بتتناقل ما بين الاصدقاء وبعض وما بين الشباب وبعض. هو اللي علمك ده اكيد اكيد مش همه مصلحتك ابدا، لان هو يعلم يقينا ان المساله دي قد تميتك، قد تقتلك، وده موجود موجود، وبيموتوا يا جماعه بيموتوا. فمش اي حاجه نقراها نجربها، او مش اي حاجه نعرفها نجربها. ويكفي نقول ان في الولايات المتحده الامريكيه الاف الشباب بيموتوا نتيجه بيمارسوا هذه الكارثه اللي بيعتقدوا انها للذه وفي الاخر بتقضي على حياته. انا عايز اضيف لحضرتك ان هم دلوقتي من كتر ما هم موتت شباب بطلوها، الحكايه دي خلاص الى اندثار في العالم كله، كانت قويه لغايه الستينات واوائل السبعينات، بعد كده خلاص تم حتى الالتفات، مع ان شوف الاباحيه الجنسيه القصوى في دول شمال اوروبا وفي الولايات المتحده، ولكن الطريقه دي تحديدا شبه اختفت. فمش معقول تختفي من هناك وتجي هنا بعد 40 سنه، يعني مش معقول. يا جماعه خافوا على نفسكم، انتوا شباب زي الورد زي الفل، انتوا بتستقبلوا الدنيا، ما ينفعش ان احنا نعمل حاجات فيها انحرافات جنسيه قوي كده، وممكن تضرنا وممكن تموتنا. واكيد اكيد احنا عندنا دماغ وعندنا عقل، مش لازم كل حاجه نسمعها نجربها ولا نسمع كلام حد فيها. انا بضم صوتي لصوت الدكتوره هبه قطب، بكلم كل شاب، كل شاب عاقل ورزين وفاهم يعني ايه شاب، ويعني ان هو ابن اللي امه واب تعبوا فيك. ارجوك لا تتاثر باي حاجه بتقراها وتجربها، لان في الاخر هتجد نفسك فقدت حياتك عشان حاجه لا تستحق. عايز اضيف بس حاجه صغيره يا دكتور عمرو بعد اذنك، ان المساله مش بس بالشنق، في اساليب اخرى. يعني مثلا عشان انا بقول كده ليه، لانه ممكن اللي ياخد المعلومه دي يقول لك طب خلاص يا عم مش هنشنق نفسنا، لكن طب هلبس كيس نايلون. هي نفس الحكايه، هي في لحظه ما بين ان هو يدوخ وان هو يفقد الوعي، فلو فقد الوعي مات. ولازم نعرف انه حتى بالذات في المنتجات الاجنبيه لما تكون مغلفه باكياس بلاستيك بيبقى مكتوب عليها This bag is not a toy، دي مش لعبه، ما حدش يلبسها على دماغه، مكتوب كده سطور كده، ما حدش يلبسها على دماغه، ما حدش يتنفس فيها، لانها قد تسبب الوفاه. انا بشكرك جدا، واظن احنا رسالتنا يمكن بنختم بيها الحلقه، احنا لسه يعني يمكن الموضوع له جزء اخر هنتكلم فيه بعد كده في حلقات قادمه ان شاء الله، التوافق الجنسي. لكن انا اؤكد على رساله، يمكن الام المكلومه اللي اتكلمت وبتتكلم باسمها وباسم امهات كتير فقدوا اولادهم نتيجه ان هم بيمارسوا هذا السخف تحت مسمى الاسفكسيا الجنسيه، سواء بالخنق او عن طريق وضع وشهم في كيس نايلون او غيره. ارجوكم احترسوا، ارجوكم امتنعوا عن اداء هذه الجريمه في حق نفسكم، في حق اهاليكم. حرام عليكم اهاليكم، حرام عليك بنفسكم، انتوا بتموتوا نفسكم وانتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. ده انذار انا بقوله كاب، الا قد بلغت اللهم فاشهد، بقوله لكل اب وكل ام، بقوله لكل شاب بيسمعني دلوقتي في البيت. حلقتنا النهارده انتهت مع الدكتوره هبه قطب، بكره عندنا الفقره الثابته بتاعتنا قول شكوتك، كل واحد عنده شكوى يبعت لنا ويكلمنا على التليفون هندخله عليها يقول شكوته ايه، وهنحاول نجيب المسؤول يحل له المشكله. والجزء الثاني هيكون عندنا اهالي محافظه الجيزه، هيكون معانا محافظ الجيزه، اي حد من اهالي المحافظه عنده مشاكل المحافظ بكره معانا على الهواء، اللي عنده مشكله ان شاء الله نقدر نحلها له. بشكركم جدا، تصبحوا على الف خير.